4 كيلوغرام بلوك سلايدز داون عرف انكلاين بلين ذن كومبريسز سبرينج فورس كونستانت كي بتاعه 500 نيوتن على المتر ديستانس 0.4 متر بفور ستوبينج. يعني جه لغايه هنا كده راح ضغطه في انضغاط مقداره 0.4. طب بعدين هو سؤاله ايه؟ Will the block move back to the incline؟ يعني بعد ما ينزل خالص كده ويبقى في فورس ضغط على السبرينج ويبقى عايزه تفك منه اف سبرينج اهي اللي هي بتساوي كي اف اس، هل هتطلعه فوق؟ طب ما هو لو طلعته فوق لازم تتغلب على حاجتي، تتغلب على الام جي ساين ثيتا، تتغلب على الفريكشن عشان يبدا يتحرك. يبقى محتاجين اف ار اللي هي بتساوي ميو اس في الان. هنا طبعا في ام جي كوساين ثيتا وادي عكسها الان. الوضع الحالي ده بعد ما ضغط السبرينج، هل يا ترى بعد ما ضغطه هيطلع تاني ولا لا؟ والله لو القوة دي اتغلبت على الاتنين دول ماشي الحال. مبدئيا ال N بتساوي ام جي كوساين ثيتا، يعني هنا 40 و37، 40 كوساين 37 يعني 34.6 نيوتن. طيب ايه القوتين اللي لتحت؟ عندنا ام جي ساين ثيتا زائد الميو ستاتيك في الان هتساوي، تعالوا نحسب كده الان اهي، الميو ستاتيك مدهاني بوينت ايت ولسه ما اتحركش في ستاتيك، الثيتا 37 درجة والام جي ب40، ف40 ساين 37 زائد الام ار زائد الانسر اللي هو من شوية ان في بوينت 8 طلعت 51.8 لفوق. يبقى في قوة، لا لتحت دي، في قوة لتحت جايبها لتحت ب51. طب يا ترى الاف اس بكام اللي هي كي في اس؟ في اس هتبقى 500، المسافة 0.4 يعني 200 نيوتن، 200 نيوتن دي لفوق. يبقى احنا عندنا قوة عايزة ترد لفوق 200 نيوتن، وقوة عايزة تجيبه لتحت 51، از 200 نيوتن اكبر من 51.8 نيوتن. هو بيقول ايه؟ will the block moves back up then it will move back up the incline. لأن القوة اللي عايزة تطلعه فوق أكبر من القوة اللي بتشده لتحت.